دينامية متميزة يشهدها حزب التقدم والاشتراكية، وهو في طريقه إلى عقد مؤتمره الوطني العاشر شهر ماي المقبل تحت شعار نفس ديمقراطي جديد. دينامية متميزة تعيشها مختلف التنظيمات الحزبية، سواء على صعيد القيادة أو على أصعدة إقليمية ومحلية. اجتماعات متعددة عقدتها اللجنة التحضيرية الوطنية، سواء على صعيد مكتبها أو في اجتماعات عامة، مكنت من الوقوف عند تقدم مختلف المحطات التحضيرية للمؤتمر كما أقرها المقرر التنظيمي للمؤتمر المصادق عليه من قبل اللجنة المركزية. عملية تجديد الانخراطات تمت بكيفية ناجحة طيلة الفترة الأخيرة. العديد من متداولات النقاش يتواصل تنظيمها على أصعدة مختلفة في مواضيع متنوعة مستمدة كلها من مضامين مشروع الأطروحة السياسية للمؤتمر الوطني العاشر. مختلف القطاعات السوسيومهنية التابعة للحزب تعقد جموعها العامة وتجدد هياكلها وتضبط لائحة أعضائها وبرنامج عملها للفترة المقبلة، وأيضا إسهامها في فعاليات المؤتمر الوطني العاشر. دينامية ستتواصل انطلاقا من الأسبوع المقبل من خلال انطلاق مسلسل الجموع العامة الذي سيليه مؤتمرات الفروع الإقليمية. ستتواصل كذلك الجموع العامة الخاصة بالقطاعات السوسيومهنية ومختلف الأنشطة التي من المنتظر أن تبادر بها المنظمات الموازية للحزب. على صعيد آخر كذلك، من المنتظر أن يشهد شهر أبريل تنظيم مجموعة من منتديات النقاش العمومي المفتوح على آراء الفاعلين المجتمعيين من مختلف المواقع والآفاق. قضايا بعينها سيتم التركيز عليها فيما تبقى من برنامج منتديات النقاش العمومي. هناك منتدى سيخصص إلى قراءة الجانب الإيديولوجي والفكري والسياسي في مشروع الأطروحة المؤتمر الوطني العاشر. هناك منتدى للنقاش العمومي كذلك سيهتم بواقع قطاع الرياضة وآفاق تطوير هذا القطاع في بلادنا، ومطالب وتحاليل حزب التقدم والاشتراكية وباقي الفاعلين المجتمعيين المعنيين أو الفاعلين الرياضيين المعنيين بهذا الموضوع. سنهتم أيضا بقطاع الفلاحة والسياسات العمومية التي يجري نهجها في القطاع، وإلى أي حد مكنت من تحقيق الأهداف المرسومة، بالإضافة طبعا إلى مواضيع أخرى من دون شك سيتم تنظيمها أو الاهتمام بها على صعيد جهوي في شكل منتديات النقاش العمومي، كما هو الشأن بالنسبة لقطاع الصحة الذي سينظم منتدى للنقاش يهتم بواقع قطاع الصحة وآفاق تطويره كذلك. فإذا كل هذه الدينامية تبرز بأن حزب التقدم والاشتراكية يسير بثبات بإصرار بنظام بتعبئة في إلى تاريخ 11 و12 و13 ماي المنتظر أن ينظم خلاله مؤتمر الوطني العاشر للحزب. دينامية تعكس كذلك الأهمية القصوى التي يوليها الحزب قاطبة إلى هذه المحطة التنظيمية المهمة في مسار النضالي للحزب، والتعبئة الموجودة إلى حد الآن والتي تذهب في شكل تصاعدي تؤكد بأن هذا المؤتمر سيكون محطة ناجحة بكل المواصفات. بعد الاجتماع الأخير للجنة الوطنية التحضيرية للمؤتمر، بشرت لجنة الانتداب الإداري ودراسة الطعون الأشغال ديالها، وأشرفت على تعليق اللوائح في بهو المقر، لوائح ديال المنخرطات والمنخرطين المؤدات للواجب الاشتراك السنوي وفق ما هو مبرمج ووفق المسطرة القانونية المحددة من طرف اللجنة الوطنية التحضيرية للمؤتمر. وقمنا كلجنة ديال الانتداب باجتماعين خصص أساسا للاستمرار
في استقبال طعون، واستقبلنا عدد من الطعون. من حسن حظنا أنها ليست طعون كثيرة، ولكن الآن نتوفر على ملف كامل من الطعون لغادي اليوم سال الأجل ديالو، يوم الجمعة سال الأجل ديال الطعون اللي كندرسوها، كنتصلوا مع جميع الأطراف المعنية في الموضوع واللي غادي ندرسوها وغادي نحضروها الملفات ديالها إلى اللجنة الوطنية اللي عندنا معها اجتماع الاثنين المقبل إن شاء الله. عموما العملية تمر بجو سليم ديمقراطي، احترام الآراء والآراء الأخرى، والدور ديالنا سنقوم به إن شاء الله من أجل إنجاح هذه المرحلة الأساسية.